على المشهد السياسي اللي كلنا بنمر بيه من وقت ثورة 25 يناير لحد النهاردة. وللأسف في صراع ما بين تيار الإسلام السياسي وما بين النظام الحاكم حتى من قبل 25 يناير اللي هو بيحكم حتى هذه اللحظة. وفي الصراع دوت كل طرف فيهم بيستخدم كل الكروت اللي تحت إيده، ومصممين يدخلونا في دائرة الدم. احنا رافضين الدم، رافضين دم الإخوان المسلمين والسلفيين، ورافضين دم أي جندي من الجيش المصري وأي شرطي في الشرطة المصرية، ومش هندخل في اللعبة دي معاكم. احنا الطريق الثالث بجد، احنا اللي ضد الدولة الدينية بكل مكوناتها، واحنا اللي ضد الدولة البروسية بكل مكوناتها، واحنا اللي بننادي بالعدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية اللي بالنسبة لنا مش شعار نضحك بيه على الناس ونقول لهم هذا الشعب لم يجد من يحنوا عليه ولم يجد من يحتضنه، واخر خطاب نرمي التهم على الشعب ونقول له تطشف، نرمي التهم على الشعب ونقول لهم عملتوا ايه للبلد. احنا اللي بندافع عن الفقراء من وقت ما كان مبارك موجود 30 سنة، وانتوا كلكم كنتوا شايفين البلد ايه اللي بيحصل فيها. ماليزيا كانت معانا في نفس التوقيت، اندونيسيا كانت معانا في نفس التوقيت، كوريا الجنوبية كانت معانا في نفس التوقيت. بصوا هم فين واحنا فين، وشوفوا الاعلام وايه اللي بيحصل النهاردة لمحاولة اعادة الاعتبار للنظام مبارك ولكل الفاسدين في هذا النظام اللي بيطلعوا دلوقتي على شاشات التلفزيون يدونا حكم. واحنا اللي بقينا متهمين، احنا اللي بقينا ضد الوطن، واحنا اللي بقينا ضد الناس، احنا اللي بقينا مش عارفين الحقيقة، واحنا اللي بقينا اجندة اجنبية وهم اللي فاهمين كل حاجة. وشبابنا، خيرة شبابنا في السجون اللي معرفش اسمه واللي اعرف اسمه، كريم البحيري احد قيادات الحركة العمالية في غزل المحلة بيتعرض للتعذيب. مش هتكلم عن علاء ولا احمد دومة ولا محمد عادل ولا غيرهم ولا غيرهم ولا احمد ماهر ولا كل الاسماء اللي اعرفها، لكن انا بناشدكم، بناشد الاعلام المصري، بناشد القوى السياسية، بناشد الاحزاب انها بتقول احزاب عن الثورة المصرية. افتحوا ملف السجون، اي متهم بريء حتى تثبت ادانته، اي متهم من حقه ياخد ضمانات محاكمة عادلة ومنصفة، اي متهم من حقه داخل الحجز يعامل معاملة كريمة ولائقة انسانيا مش يتعذبوا وحتى وهم داخلين قاعة المحاكمة. دي الاجواء السياسية. احنا بيتم اغتيالنا معنويا كل يوم وكل لحظة في كل برنامج وكل سطر صحفيين مبارك بيكتبوه. احنا ولاد 25 يناير، وشرف لينا ان احنا بننتمي ل 25 يناير، وسنظل ننتمي ل 25 يناير. يمنحهم دعم؟ حد فيكم فكر يقعد مع العمال